وللحديث عن الهجمات وهجمات الميليشيات على السفارة الأمريكية في بغداد واحتمالية الرد الأمريكي، معنا من العاصمة القطرية الدوحة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بكم دكتور. ما الرسائل التي يحملها الهجوم بالنظر إلى التغييرات السياسية في واشنطن عقب الانتخابات الأخيرة وإيران التي تقول إنها مستعدة للعودة للاتفاق النووي؟ نعم، طبعا هذا الهجوم يوم أمس في الواقع أدانته إيران كما نعرف، وأيضا بعض الفصائل المرتبطة بها. نعم، يعني احنا تعودنا على ايران انه في كل المناسبات السابقه المماثله كانت تنفي صلتها بهذه الهجمات، ولذلك مصداقيه ايران في هذا الجانب تكاد تكون معدومه، فلا يمكن الركون الى نفيها او تاكيدها، لانه في الحقيقه الميليشيات التي سواء تهاجم السفاره الامريكيه او التي تقوم او التي تسيطر على الملف الامني في العراق او التي تهاجم المدنيين العزل في مناطق مختلفه في انحاء العراق كلها مرتبطه بايران، وبالتالي يعني حتى الحشد الشعبي قياداته الاساسيه تابعه لايران، وهذه من الامور المعروفه التي لا يمكن ان نناقشها لان هي اصبحت من البديهيات. بالتاكيد التوقيت في مثل هذه الظروف فيه معاني كثيرة، ربما أبرزها استمرار التأكيد على إحراج الإدارة الحالية، وأيضا التلويح للإدارة المقبلة إدارة بايدن بأن إيران يمكن أن تخلق له المشاكل. نعم. وأن تؤزم وضعه في العراق كما فعلت مع ترامب أو كما تعتقد أنها فعلت مع ترامب. نعم. وبالتالي عليه أن يتخذ مقاربة جديدة في العلاقة مع إيران تختلف عما فعله سلفه أو الرئيس الحالي المنتهي ولايته. نعم. طبعا كما نعرف أن بايدن كان قد صرح هو أو فريق الانتقالي بأنه لديهم شروط تجاه العودة للاتفاق النووي، ويجب على إيران أن تبحث ملف الصواريخ وملف العلاقات الإقليمية إلى آخره، وهذا أمر أزعج إيران، وبالتالي هذا نوع من الضغوط على مقدما على إدارة بايدن من أجل أن تتخلى عن مثل هذه الأحاديث. نعم. هل دكتور سنصل إلى تلك المرحلة؟ بعض المراقبين يتوقعون، وإن كانت هناك توقعات ضعيفة، أن يلجأ ترامب في نهاية فترته إلى هجوم ما باتجاه إيران. هل سيحصل ذلك أم أن إيران ستستخدم هذه الجولات من أجل إرسال رسائل لبايدن كما تفضلتم قبل قليل؟ مفهوم الهجوم اللي كان متوقع يعني حقيقة لفترات متعددة خلال إدارة ترامب، في الواقع لا أعتقد أنه بقي وقت للرئيس المنتهي ولايته للقيام بهجوم أو لحرب. لا ننسى أن الهجوم على إيران، إيران سترد عليه، بالتالي ربما يعني تكون هناك حرب غير مسيطر عليها. لا يريد ترامب، لا يريد أن ينهي ولايته، لا سيما وأن طموح السياسي ما زال قائم يعني لعام 2024، وبالتالي هو لا يريد أن يغادر بمثل هذا. ولكن طبعا إذا كان الهجوم يتسبب بمقتل الجنود الأمريكيين، اعتقد ان هنا يعني ربما يستطيع ترامب ان يبرر الحرب ان حصلت، وربما تكون هذه في صالحه نسبيا باعتبار ان هذه الحرب ستخلق نوع من المناخ الاحكام العرفيه في الولايات المتحده، وربما تقلب الموازين فيما يتعلق بالانتقال السلطه لاداره بايدن. على هذا الاساس هو ربما يريد، ولكن لا يستطيع، لان هذه الهجمات لا تبرر الرد العنيف من قبل إدارة ترامب أو القوات الأمريكية، باعتبار أنها يعني معظم الإصابات تمت لمدنيين عراقيين في الواقع ولم تصب أمريكيين. على هذا الأساس يعني هذا النوع من الهجمات محسوب. نعم. من قبل مطلقيها وهم عملاء إيران أنها يعني فقط رسائل، حتى وإن قتلت أو أصابت عراقيين فليس هذا مهما بالنسبة لهم، المهم هو إيصال الرسالة للولايات لواشنطن بأن
إيران وحلفائها جاهزون وقادرون على مثل هذه الأعمال التي تربك الوجود الأمريكي في العراق. نعم، وهذا هو السؤال التالي دكتور، إنه الآن نحن نتكلم عن بقاء الساحة العراقية ساحة للاستخدام الإيراني حتى مع الإدارة الجديدة، يعني إيران ليس لديها خيارات أخرى في مناطق أخرى مثل ما لديها في العراق من خلال القيام بهذه العمليات، هل تتوقع أن تبقى الأمور على ما هي عليه؟ هو في الواقع إيران لديها أذرع مختلفة حقيقة، ليس في العراق فقط، لكن بالتأكيد هي لديها اليمن ولديها لبنان ولديها سوريا بشكل أقل. لكن يبقى العراق هو الساحة الأبرز للحركة الإيرانية والمناورات الإيرانية إقليميا، سواء مع الولايات المتحدة بشكل خاص أو مع دول الإقليم الأخرى لا سيما الدول العربية، أعتقد وحتى تركيا بالمناسبة. العراق يبقى هو ساحة عملها الأساسي، لأنه في الحقيقة هناك سلطة ضائعة في العراق، دولة هشة جدا ونظام أمني مخترق بقوة شديدة من قبل حلفاء إيران، ونظام اقتصادي أيضا مخترق بشدة من حلفاء إيران، بالإضافة لنظام السياسي بطبيعة الحال. ولذلك إيران تشعر براحة أكبر في العراق على اعتبار أن لديها نفوذا بنته خلال السنوات الماضية منذ الغزو الأمريكي، وهذا تريد أن تستفيد منه لترتيب أجنداته وأولوياته في العلاقة مع الولايات المتحدة والحصول على أكبر قدر من المكاسب في هذه العلاقة. إدارة بايدن أيضا لديها أولويات كبيرة في كما نعرف يعني في العالم، بالتالي هي تريد تصفية هذه الثغرة في العلاقات الخارجية مع إيران بسرعة. على هذا الأساس هي لن تغامر إلى تصعيد ضد إيران على اعتبار أن هذا سيلهيها عن الملفات الأعقد والأخطر سواء مع روسيا أو مع الصين أو حتى مع كورونا في الداخل. لذلك أعتقد أن هذا النمط من الهجوم الإيراني أو التوسيع أو تصعيد الإيراني هو معتاد حقيقة. إيران معتادة على عملية التصعيد المحسوب من أجل الحصول على مكاسب سياسية، وطبعا الساحة العراقية بالنسبة لها هي أفضل ساحة ممكن لهذا التصرف والعمل، وتبقى تلوح بالساحات الأخرى لا سيما الساحة اللبنانية من خلال حزب الله، وطبعا الساحة اليمنية، ولكن في اليمن التأثير يكون على السعودية بشكل خاص وليس على الولايات المتحدة. نعم. الأكاديمي والباحث السياسي دكتور لقاء مكي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الدوحة، شكرا جزيلا لك.